إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الكلمة التي لا ينعقد لأحد إسلام إلا بها مع شهادة أن محمد رسول الله. إنها العروة الوثقى، إنها الكلمة الطيبة التي ضرب لها وبها المثل في كتاب الله عز وجل. كلمة لا إله إلا الله لا ينعقد لأحد إسلام إلا بها مع الشهادة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لذا لم يقبل من أي أحد أن يدخل الإسلام إلا بذلك، وهي الفيصل بيننا كمسلمين وبين سائر الفئات الضالة من البشر. فنحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب إذ حضرته الوفاة كلمة، فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي بعض الروايات من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة الطيبة وهي أطيب الكلام هي لا إله إلا الله، وهي أفضل ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما قاله النبيون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. إن العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله. إن فريقا من أهل العلم لما فسروا قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، قالوا أعظم الحسنات على الإطلاق هي لا إله إلا الله. وكذا قال فريق من أهل العلم، كذا قال فريق من أهل العلم بل كلهم، إن كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي يتقى بها عذاب الله سبحانه. فهي كلمة يتقى بها عذاب الله كلمة التقوى التي قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هي الكلمة التي تتقى بها النيران، وهي الكلمة التي تورث بها الجنان. ولنا بكل تهليلة صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها الكلمة التي يخرج بها من عذب بسبب جرائمه وذنوبه يخرج بها من النار. قال الله تعالى، يقول الله تعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة. هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لذا